السلام عليكم طالبات السنة الرابعة، فرصة سعيدة أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. في هذا الفصل حيكون هناك حديث عن البلاد ديزيز، والحديث هو خلينا نحكي عبارة عن امتداد لفصل الهيماتولوجي، ولكن طبعا في هناك نوع من التركيز على بعض الإشكاليات الموجودة عندنا، هتكون إن شاء الله تتركز على الوايت بلاد سيلز. وأكيد موضوع الهيماتولوجي هو صحيح يعني موضوع انترستد تمام، سواء كان للطالب أو للمدرس، في إنك أنت تتعرف على إيش اللي بيحصل عندنا على مستوى البون مارو، على مستوى البلاد سيل سينثيسيس، على مستوى الفانكشنينج، على مستوى الديزيز. فهذا الكورس ان شاء الله رب العالمين حيتناول بعض من الكونسبتس. حنتحدث ان شاء الله بشكل عام عن الوايت بلاد سيل من ناحيه نمبر، فانكشن، اللي هي التايبس بتاعت هذه البلاد. كذلك ان شاء الله حيكون هناك حديث على الديس اوردرز للوايت بلاد سيلز. ففي الحاله هذه احنا طبعا حنكون كمحصله حيكون لدينا معرفه بالهيماتولوجيكال ديس اوردر، ولكن زي ما ذكرت انه الهيماتولوجيكال ديس اوردر حتكون الى علاقه في المايلويد لاين والليمفويد لاين. يمكن بنا احاول نذكر احنا قلنا عندنا ستيم سيل، والستيم سيل هي عباره عن خليه ام از بروجينيتور سيل. هذه الخليه الام ممكن طبعا تنقسم وتصير عندي ستيم سيل، وكذلك تعطيني اذر بروجينيتور سيل تمام، اللي هي ويل بي ديفرنشيتد تو بي از امايلويد سيل، او ممكن تكون عباره عن بروجينيتور to be as a lymphoid cell زي ما هنتحدث لاحقا. وكلام احنا عارفينه انه هذه الميلود سيلز بيخرج منها من خلال تأثير environmental condition او hematopoietic environment. بيحصل عندنا وجود لـ white blood cell بأنواعها، سواء كان neutrophil, xenophil, granulocyte نيوتروفيل عفوا زينوفيل بيزوفيل، ممكن يكون عندي مونوسايت، حيكون عندي ريد بلاد سيل، يكون عندي بليتلت. بالاضافه طبعا ممكن يحصل عندي ماسل كذلك، او ممكن يحصل عندي كمان زي ما احنا ذكرنا سابقا انه تكون هناك دنتريك سيل تخرج من المايلويد لينج. وكذلك في عندنا اللي هو الليمفويد لينج، يتركز في عده خلايا زي ما ذكرنا في فصول سابقه، منها اللي هي الليمفوسايتس بانواعها البي والتي، وكذلك النيتشر كيلر سيل. هذه ان شاء الله الخلايا المايلويد، حيكون الحديث اكثر على خلايا المايلوسايتس ديس اوردر اللي بتشكل منها النيوتروفيل او الايزينوفيل او البيزوفيل، وكذلك الليمفويد بروبلم لاين هنتحدث عنه ان شاء الله related to the B cell او T cell. كذلك الحديث ان شاء الله حيكون على حدة الديزيز من ناحية chronicity او acute طبعا، وحنشوف ايش الفرق بين chronic وبين acute، سواء كان chronic او acute myeloid، وكذلك chronic او acute lymphoid disorder. هذا ان جنرال. كذلك ان شاء الله حيكون في عندنا حديث عن ايفالويشن للبون مارو تمام، وبعد هذا الايفالويشن هنحاول نتحدث شويه على موضوع الترانسبلانتيشن للستيم سيل تمام، مع اللي هو الترانسبلانتيشن ممكن تحصل كذلك للكورد بلاد سيلز. خلينا ان شاء الله نمشي بنظره سريعه على موضوع الكورس اوتلاين. حيكون عندنا حديث زي ما ذكرنا introduction، يتحدث فيه عن الوايت بلاد سيل من ناحيه functioning, numbering, disorder in general. حنتحدث فيه عن الكلاسيفيكيشن بتاعت الهيماتوبويتك اند ليمفويد نيوبلازم overview كانتروداكشن،
بعدين ان شاء الله هندخل في الحديث على الاكيوت لوكيميا، تمام، وكذلك هنتحدث على الكرونيك مايلوبروليفيريتيف ديس اوردر. هنتحدث على بعض ديس اوردر اخر اسمه مايلودسبلاستيك سيندروم، تمام، انه في عندي انا اشكاليه هتحصل على مستوى البون مارو وبيخرج عندي خلايا بشكل مش سليم، هنحاول نتحدث عنها ان شاء الله في محاضره منفصله. كذلك هنتحدث على موضوع الكرونيك ليمفاتيك بروبلم او كرونيك ليمفاتيك ليكيمياز، تمام، ان شاء الله، سواء كان قلنا الميلويد او الليمفويد. كذلك ان شاء الله في حديث هيكون على المالجنت ليمفوما. اذا انت بتلاحظ من خلال الاسماء انه وكانه في عنا اسم بصير اسمه لوكيميا واسم ليمفوما، وكانه بيقول لي انه انا في عندي اوريجين لاشكاليات الخلايا. ممكن يكون اوريجين من خلال البول مارو، انا بسميها لوكيميا اذا كانت المشكله هناك، او كان عندي اوريجين في الاذر الليمف نودز، تمام، هنقول انه في عنا صار في عنا ليمفوما. من ضمن هذه الليمفوما هنحكي عن احد اسمها هوشكنز ونان هوشكنز ليمفوما، وكذلك هيكون في هناك حديث ان شاء الله على المالتيبل مايلوما، انه في عندي اشكاليه صارت على مستوى البلازما سيل بتاعت اللي هي قلنا الفيكتور سيل بتاعت البي سيل. وكذلك هنتحدث على بعض من الاشكال له علاقه في البلازما سيل ديسكريجيا او في الجاموباتي في عمليه البرودكشن للميونوجلوبولين بشكل ابنورمال. وكما ذكرنا حيكون هناك حديث على البول مارو ايفالويشن والترانسبلانتيشن للستيم سيل. عن بالنسبه للتكست بوك اكيد في ريفرنسز طبعا الاوت، في عندنا هاريسون هيماتولوجي اند اونكولوجي، هذا عباره عن برضو واحد من الريفرنس بوك. في عندنا كان اسينشال هيماتولوجي للهوف براند، في منه طبعه رقم 7. واكيد طبعا الان النت مفتوح، بامكان يعني يكون هناك في حصول على ريفرنس بشكل عام، ما فيش مشكله في هذا الموضوع، يعني في موضوع الهيماتولوجي والبلاد ديزيز. طبعا موضوع الايفالويشن زي ما احنا متعودين، طبعا في اكيد عندنا هوم وركس وعندنا كويزز بالاضافه الى الميد تيرم والفاينل اكزام ان شاء الله رب العالمين. نتحدث الان بشكل عام على موضوع الانترودكشن. اذا بنلاحظ طبعا في موضوع الهيماتولوجي انه انا في عندي الان بقدر اقول مصنع في عندي برودكشن لبليون اوف سيلز، سواء كان ريد بلاد سيلز، بليتلتس، ممكن يكون نيوتروفيلز اند سو اون. وهذه العمليه يعني هناك بمعنى الاصح عايشين في نوع من التوازن ما بين الخلايا التي تنتج وكذلك الخلايا التي ايش يتم لها موضوع الموت، او بمعنى اصح يصير في هناك لها نوع من الابوبتوسيس لهذه الخلايا. بشكل او باخر هذا الفسيولوجي بتاع الخلايا، ولكن ممكن يحصل انه يصير في عندي نوع من الاسترس او فيسيولوجيكال ستريس، ممكن يكون في عندي انفكشن، ممكن يكون في عندي بلاد لوس، تمام، وهذا حيزود لي هذا الاسترس بشكل عام حيزود لي عمليه الانتاج ممكن تصل الى 10 اضعاف من اللي هي الخلايا، سواء كان اذا كان في عندي بليدنج او عندي انفكشن اند سو اون، تمام. وهذا طبعا الصحيح بيؤدي انه يكون في عندي هناك كنترول لطبيعة عملية البروليفريشن بتاعت الخلايا، وكذلك كمان كنترول لطبيعة اللينيج، يعني أنا أي خط من خطوط الإنتاج بينتج عندي. إذا القضية العلاقة في السيجنال، إيش في عندي أنا في الهيماتوبويتك انفايرومنت الموجود عندي في البون مارو، هذا هيحدد لي أي لاين، أي بروجينيتور والبي انفستد، يعني هيكون عندي هل هو الليمفويد بروجينيتور، مايلويد بروجينيتور، في الليمفويد هل هي بي سيل، هي تي سيل، نيتشر كيلر سيل. في الميلود نفس القضية، ايش طبيعة السيتوكاينز اللي جاي عندي على الريسبتورز، برضو بيحدد لي ايش طبيعة الخلايا اللي حتصير عندي as differentiated cells، هذا بشكل او باخر. In general الwhite blood cells اللي احنا بنتحدث عنهم الهاف لايف تاعتهم في داخل السيركوليشن just
يعني بقدر أقول عبارة عن days. تمام؟ في هذا الموضوع very short time بشكل أو بآخر. الالتريشن ممكن يحصل عند الوايت بلاد سيلز، هذه ممكن يحصل من ناحية كوانتيتي وكذلك ممكن يحصل عندي من ناحية كواليتي. تمام؟ يعني ممكن يتغير عندي الشيب، تمام، يتغير عندي الاستراكشر انسايد، اوكي، من ناحية السايز، اوكي، as well as a number of cells. اوكي، هذا التغير اللي ممكن يحصل عندنا، اوكي، سواء كان increased number decreased number، تمام، بيعتمد طبعا على طبيعة السيجنال اللي هتيجي لهذه الخلايا. اوكي، وهذا طبعا ايش اللي خلى هذا الشيء يحصل، اللي هو زي ما ذكرنا موضوع الانفكشن، انفلاميشن، بعض احيان باراسيتك انفكشن. تمام، ممكن هذا الامر يكون عندنا، او ممكن يكون عندي صار في عندي ابنورماليتي، انه صار في عندي نيو بلازم سيلز، اوكي، انه في عندي ابنورمال سيلز صارت عندي موجوده. اذا هذا ممكن يحصل في موضوع الديستيربانس في موضوع الفسيولوجيكال الموجود عندي بالنسبه لخلايا البلاد سيلز. ان جنرال اولسو نقدر بنقول انه الخلايا او السيل لاينز بشكل عام بنعبر عنها مثلا بالزياده، بنقول انا في عندي مثلا نيوتروفيليا، عندي زينوفيليا، عندي بيزوفيليا، عندي مثلا اقول ليكوسايتوسيس، كمان ممكن نعبر عنه في حاله زياده، ممكن يكون عنده نقول بينيا، ليكوبينيا، نيوتروبينيا في حاله ما بكون عندي انا ديكريز بشكل او باخر. اذا هذا كلام احنا بنلاحظه من خلال الانترودكشن لعمليه الايفالويشن، وهذا الانترودكشن لعمليه الايفالويشن للهيماتولوجيكال ديس اوردر. وعشان نعمل عمليه انتربريتيشن سليمه لازم يكون عندي السي بي سي از يعني كمدخل، اللي هو عباره عن الكومبليت بلاد كاونت، هذا واحد من المداخل الموجوده عندي. تمام، ومن خلالها طبعا بيحصل عندي عمليه الانتربريتيشن المبدئي، وبعد هيك بيحصل عمليه التقييم اذا احنا عايزين نطلع على البلاد فيلم، عايزين بعد هيك نعمل تيست معين، عايزين نروح على البون مارو، عايزين نعمل جينيتكس، وهلم جرى في موضوع الانفستيجيشن. الان في البلاد سمير اللي احنا بنشوفه طبعا زي ما ذكرنا الخلايا اللي متعارف عليها واللي احنا عارفينها مش عايز اتحدث فيها كتير. تمام، زي ما ذكرنا بانه في عندي انا ستيم سيل، هذه مايلويد ستيم سيل جايه من البروجينيتور من الخليه الام المذر ستيم سيل. تمام، صار لها ديفرنشيشن تو بي از مايلويد، او ممكن تكون عباره عن ليمفويد. المايلويد زي ما ذكرنا في عندنا عده خلايا، ممكن في الاخر يكون عندي بيزوفيل، زينوفيل، نيوتروفيل، مونوسايد، بليتتس، كلها تاتي من وين؟ من المايلويد بروجينيتور ستيم سيل. او ممكن تكون عندي عباره عن ريد بلاد سيل كذلك المحصله. طبعا اكيد كل خليه من هذه الخلايا بتمر في مراحل ديفرنشيشن. تمام، وممكن يحصل عندنا نوع من الستوب عند مرحله معينه من الديفرنشيشن وهذا يعطيني ديزيز. هذا الامر ممكن يحصل عندنا، او ممكن يصير عندي النمبرنج انكريز للخلايا وهذا يعطيني انتربريتيشن على مستوى سواء كان الريد بلاد سيل، سواء كان البليتلت، سواء كان المونوسايد او النيوتروفيل ايزنوفيل بيزوفيل. وكذلك عندي في موضوع الليمفويد بروجينيتور ستيم سيل هتعطيني اللي هي قلنا الخلايا الليمفوسايتس اللي احنا ذكرناهم على مستوى النيتشر كيلر سيل والتي سيل والبي سيل. هذا الانطباع العام ممكن مر عليكم في موضوع الهيماتولوجي انه طبيعه السيل ماتشوريشن بروسيس. تمام، لها عده اوجه بالنسبه للخليه. في هناك امر بيحصل على مستوى السيل سايز، فاحنا لما نطلع على خليه البروجينيتور عاده خليه البروجينيتور لما تيجي تطلع بتكون عباره عن لارج سايز، وبيبدا يحصل عندي عمليه السمول بهذا الامر. بمعنى انه عمليه البدايه انه انا بتخيل انه يكون دائما عندي النيوكليوس لارج. تمام، في البدايه لانه الخليه في الحالة هذه انا قلت عنها لارج لانه في عندي نيوكليوس لارج. تمام، والنيوكليوس كمان في حد ذاتها
تمام، هذه لانه انا في عندي عمليه ديفرنشيشن هتحصل للخليه، فلازم اكون انا لارج. انا عدا على هيك هيكون في عندي انا في داخل هذه النيوكلياس يوجد كمان، بلاحظ انا عندي نيوكليولس، عندي النويه، تمام، انها بيكون موجود عندي بالخليه فيها نواه لارج، وكذلك في عندي كميه من النيوكليولس الموجوده عندي في داخل الخليه. ليش؟ لانه انا في عندي عمليه نوع من الديفرنشيشن، في عندي بناء بروتين، في عندي انتاج ماسنجر ار ان اي الوت لهذه البروتينز الموجوده عندي. فانا بلاحظ السيل سايز لارج سمول، النيوكليوس تو سايتوبلازم ريشيو بدايه بكون عندي النيوكليوس سايتوبلازم ريشيو هاي، وببدا ايش يقل. ليش؟ لانه خلاص انا استكفيت مع عمليه بناء المكونات، فبصير في عندي نوع من الكوندنسيشن للنيوكليار ماتيريال للكروماتين. فبتلاحظ انه عندك مثلا الوايت بلاد سيل اخريتها انه انا في عندي النيوكليوس عباره عن لوبوليتد، عباره عن كوندنسد كروماتين، هذه النيوكليوس تمام بتاعت اللي هي هذه النيوتروفيل، فمعناته السايز اكيد اصغر عندي بشكل او باخر. بنلاحظ النيوكليار شيب، النيوكليار شيب بكون في الاول طبعا النيوكليوس شكلها ريجولار، لك بعدك بصير عندي الريجولار الكروماتين، تمام. النيوكليار الكروماتين في داخل الخليه اللي قلنا الاماتشور، تمام، بتكون عندي فاين، يعني ما بكونش في عندي كوندنسيشن للكروماتين، لكن مع الوقت طبعا بكون في كوندنسيشن. ليش ما فيش عندي كوندنسيشن في البدايه؟ لانه انا في عندي عمليه بناء، يعني في عندي ريلاكسيشن للدي ان اي، ريلاكسيشن للكروماتين، تمام. وبعد هيك بعد ما ننتهي من البناء سواء كان على مستوى الوايت بلاد سيل او مستوى الريد بلاد سيل، بيبدا يصير في عندي ايش نوع من الكورس، انه بيصير عندي كوندنسيشن بشكل او باخر. لو اجي اطلع على النيوكليولاي اللي احنا قلنا عن النيوكليولاس، تمام، بداية بكل موجودين، واحنا قلنا النيوكليولس تمام هي عبارة عن اريا موجودة في داخل النيوكليوس وير the assembly of the ribosome exists as well as the synthesis of the ribosome، تمام، بكون موجود في البدايات، لكن بعدك خلص انا no need، لانه already انا عملية البناء صارت عندي، فبيحصل عندي نوع من الابسنس. اذا معناته انا بجب اطلع على الشيب كخلية لارج، خلية نيوكليوس لارج في عندها نيوكليولس، تمام، هذا بيعطيني دلالات انه احنا ما زلنا في الاماتشور ستيج. بعدين لو نطلع كمان لموضوع الجرانيولز الكونتنت، طبعا ايش في عندنا ستين بتاخذهم هذه الجرانيولز من ناحيه اسيدك او بيزك اند سو اون، طبيعه المكونات بتاعت الجرانيولز، تمام. ممكن انا الاحظ انه في عندي انا الخليه اقدر اسميها نيوتروفيليك، وهيك الاسم بياتي بعد ما اصل لمرحله زي ما احنا عارفين مراحل البناء بتاعت الوايت بلاد سيل او بتاعت النيوتروفيل بشكل او باخر. ايش بتكون عندي انا موجوده؟ انا بكون في عندي زي ما احنا شايفين هنا، عندي انا موجوده هنا باجي بقول مايلوبلاست، عندي برو مايلوسايت، عندي مايلوسايت، عندي ميتا مايلوسايت الباند، وكذلك بيجي عندي نيوتروفيل هلم جرى. من مرحله المايلوسايت بتبدا عمليه الجرانيوليشن تاخذ الستين تاعتها، فاذا كانت هي عباره عن نيوترال من ناحيه الاسيديتي والبيزيسيتي، تمام، بنقول عنها اللي هو عباره عن نيوتروفيل. اذا اخذت اللي هي الستين از بيزوفيليك بسميها بيزوفيليا او بيزوفيل، فمعناته احنا بنكون اخذنا ايش اللي هو الستين از بيسك، تمام. اذا كان عندي اسيديك ستين uptake by the granules، تمام، معناته أنا بقدر أقول هذه خلايا عبارة عن خلايا اللي هو عفوا غير البيزوفيل الإيزينوفيل. إذن هذه الشغلات أنا ممكن ألاحظها. number of granules طبعا في البداية بكون كمية granules، لأنه إحنا في موضوع البناء بكون طبعا قليل، وبعد هيك إيش بيحصل عندي؟ بيحصل عندي البناء وبيبدأ يكتر عندي كمية granules. سيتوبلازميك بيزوفيليا ان جنرال طبعا البيزوفيليا ليش بيكون انا عندي بيزوفيليا الوت ان جنرال؟ ملهاش علاقه بدرجه اساسيه في موضوع الجرانيولز. البيزوفيليا ان جنرال في الاماتشور سيل، لو انت جيت على مستوى الوايت بلاد سيل النيوتروفيل او على مستوى النورموبلاست بتاعت البروجينيتور بتاعت الريد بلاد سيل، هتلاحظ انه انا في البدايه في عندي الوت اوف ار ان اي،
في عندي عمليه ترانسكريبشن لار ان اي الوت، فهذا الترانسكريبشن كميه ار ان اي الوت فهياخذ ستين بشكل او باخر، اللي هي عباره عن بيزوفيليك ستين، تمام، اللي هي القاعده. فعشان هيك حتلاحظ انت الخلايا في الاماتشور تمام بتكون عندي لارج، وتلاقي عندها السيتوبلازم مور ايش بيزوفيليك، لكن باي تايم انت تطلع على الريد بلاد سيل في الاخر ايش بتلاحظ؟ صارت اورنج من كميه البروتين اللي فيها من الهيموجلوبين، تمام، لكن في البدايه كانت عباره عن ايش؟ عباره عن بيزوفيليك. وكذلك كمان الخلايا الاماتشور بتاعت النيوتروفيلز وبتاعت الايزينوفيل او البيزوفيل تبدا بدايه بيزوفيليك، وبعد هيك عند الميلوسايت بيحصل لها نوع من ايه الدايركشن. اذا هذه بشكل عام عباره عن نظره عامه على طبيعه الانتاج بتاع الخلايا، طبيعه الديفرنشيشن بتاع الخلايا، وكذلك ايش اللي بيحصل في عنا في عمليه السيل ماتوريشن ان جنرال. ان شاء الله رب العالمين المحاضره القادمه هنحاول نتحدث برضو، ما زلنا نتحدث على انترودكشن، ناخذ ايديا على طبيعه الخلايا الموجوده عندي، سواء كان نيوتروفيل سواء كان مونوسايت الزينوفيل بيزوفيل كمان ليمفوسايت، من ناحيه الكاينتكس بتاعتهم وكيف بيحصل عندي وجود بولز لخلايا النيوتروفيل بانواعهم المختلفه. هذا ان شاء الله حنعدي عليه في المحاضره القادمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.